الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الدرس الحادي عشر، درس كو إطبنات الفكاهة، درس كو إطبنات وكمدها من الكتاب الأساسي للمستوى الثاني حكسة بسيهي عوان كاس الفكاهة. فكاهة هذا برك وحاله هذا وحيابه إدتك اسكما ويريان مركي دالينهين أما مركي حنون سيهين سيدا قسوين لا أخريو أما لا دقيستو شيك لا دقيستو حيابه سفكاهة هذا ليرا ليسكما تدالين. يحب الناس ضدك ويجعلهن الفكاهة حيابا ليسكم الدداليو ضدك ويجعلهن لأنها تنشط العقل عقل أي فرعون جلسا وتفرح القلب قلب جنوي كفر حسيسا وتجلب السرور فرحنا ويسوجيدا قفك أسوى حنون سرحة هذه الله شاكيو حنونك واللوبية وتدل وحي تسسا على سرعة التفكير والذكاء نقف كان شاكذا شاكين أيو فكر كيسو إنه يهي فكر آد سرعة سريعة أو فهم كرو إنه ذكاء ليهي أي معناه تسنسة قف كشاكين أيو. ولقد امتلأت كتب الأدب العربي بالنوادر والفكاهات كتبت أدب كعربيت كهذا الشاه وحاكب وحسمي نوادر أو حيابة شاكين ضدك إكو قسلان هي فكاهات أي كبو حسمي من ذلك فكاهة سوى حاكم دا وضدك يسكم ويليان شيكوين كان سوى صعده البخيل والقطة لن بخيل إيا بسد واحد أحمر اشترى الرجل لن أي سوئي بسدي الرجل كاسو بخيل بخيلة كيلو جرام من اللحم اشترى رجل لن أي سوئي بسدي رجل كاسو بخيل بخيلة كيلو من الجرام من اللحم هل كيلو أو اللحم يسوي يبسد هلبة وأحضره حقوقا لزوجتها ويريديسي لتجهز سيء الدياريسو دعام الغداء سيء قدد أغنكتو. خرج الرجل ننكوو بحي مركو هلب ككياني انتوس شقد آدين لعمل شقد يسوي بحي وعاد وصول لابت بعد ذور ذور كذب وصول لابت للغداء وقضيه وسأل زوجته وينس ايودي وحيري ان تحضر له طعام راشيك ايوكينت راشيك ايكين ايوير فاحضرت له خبز وحيوكينت عيشكي اما منفضي ايو مرق المرق ايوكينتي مرق عربي نواية سومالي نواية فسألها هوين ايدي ويدي وحيري واين اللحم الذي اشتريته هيلب كان سوئي بي اوي قالت وحي إذا هوين إذا أكلت القطة هلبك بستة يا عنتي فقام وإستاغ ننكي بخيل كها غادبا أسغو عريسا وخرج من بيتي قريق أيو كبحي قريق سو كبحي واشترى وحسو إبسدي ميزانا ميزان وحلقو ميزامو ميزان كالراشين كي وحلقو ميزامو أما ميزان وحيابا عليس كالله سارو ووضع القطة قطة أيو سو قبتي سو قاضي دجيه ساري ووضع القطة أي صار على الميزان بسدي يقول يجوكت أدو ساقبتي ميزانك صار فوجد وزنها كيلو جراما حين نقطتها الكيلو جرام فقال لها هوين ذو حكونا هاي ننكي هذا هو اللحم هلبك هالكيلوها بسدنا وحوي ميزانك مركز صار هالكيلين نقطتي وان هلبك فأين القطة تجير قطة ذي آو كاس مركو حي كميتا وحيابا شيكوين كأوضتك كقصلسية أي كميتا شيكذا موت الدينار حكم الشيخ هذا كله دينار إما شديس قال أشعب أشعب من الليرة هذا ونن آدي آد الشيخ بضناها ضمعناها وصبت وحباسه هذا نجري وحيري أشعب جاءتني امرأة نوين يأيتمت ومعها دينار أيضها الدينار وضط وقالت وحي لهذا احفت هذا الدينار احفت هذا عندك دينار كان أمانها وهي لهذا احفتي إلى له فوضعت دينار كوحن هوستك قليوري تحت الفراش جودرقي أنكو جي في هوستك قليوري فراشكي
أما جوهر النقطة أما جوجل كرو إسك عادها النقطة. ثم جاءت المرأة ويتي بدي بعد أيام المال ما كدي بأي تبت فقالت وحيد هذه هات الدينار أشعب الدينار كمالت أنكو دي بتئسي فقلت الله وحان كده هو يرفعي فراشي فراش كيغا كر أقات جوهر أنكو جي في أما جوجل أنكو جي في كر أقات وخذ ابنه دينار كادي ودلي ويل ودلي ويل كقادو فانه قد ولد ودلي فرفعته اما فرفعته وينيدي وحي كر قادي الفراش جوجل شي كر قادي فوجدت وحي هالشي درهم درهم اي هالشي وحليه مرك كنت وحنها قد وضعته دي درهم كاسي انا ماشي دجيو دغي بجانب الدينار دينار كدين عيسى ايان دغي فاخذته وينيدي وي قادتي او وحي رميستي دينار كده انه درهم دلي وي قادتي ثم عادت وي صلاوات المرأة وينيدي بعد ايام المال مكدب فوجدت وحي هشي مع الدينار دينارك معيقس درهما وحي اركتي درهم اقيل ديناركي اخرى اكله كما نتي قادت من امتك فاخذت وي قادتي وفي المرة الثالثة مرسد حدا صلاوات كذلك وحي اركتي درهم اقيل ديناركي وي قادتي قال أشعب حيرة وجاءت المرأة في المرة الرابعة مركي أفرد أي تمت فلما رأيتها مركا أركوي رأيضا صوصع تميل فكرؤ كأركي بكيت وإسئه سيودا هاي فقال أوهن فقالت وحيد هذا مركي تميل لماذا تبكي أشعب حو أنسا فقلت الله وحن كله لقد مات دينارك دينارك هذا وارنتي بعد الولادة وف أم الراعي فوشو كلنتي فقالت وحيد هذه وكيف يكون للدينار نفاس دينار سو أمليا أغدليا فقلت لها وحنكده إلي تصدقين وات رميستي أما وار رميسي أن الدينار يلد إنه دلي وار رميستي درهم دلدلي جرتي ولا تصدقين أنه يموت ما رميسنا إسلمية إنه محي هذه دينتو أساق مرك الدينار كإدرهم كالدينار كخالصا وحربا مرك الدينار كان إنه حيلتان أغقاته ودرهم كأوسيه qisooyinka marka waxay ka mid tahay fukahaada oo dadka ay ku qoslaan ay ka mid tahay الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس الثاني عشر درس قلب إتمنات التمر فاكهة وغذاء حكوسة بسنية هاي تمرت إن أيتهاي فاكهة أو قدرت إكمل تهاي غذنا أيتهاي أو شيء نفقله جرك وحطرية قفك أكون ولان كرا أسقون راشين كلعونين أي إكمل تهاي النخلة نخلة و تمرت جيت كلا بحياة وحال إيرادة جيت ك تمرت بحياة نخلة إيرادة النخلة تمرت شجرة وجيت من أشجار المناطق الحارة جيتها كبحة ما لها كلل أي النخلة كميتها هاي جيت تمرت كميتها هاي إيوة الصحراوية نلك الصحراء هون روب كويري هاي وتشتهر هذه الشجرة شجرتان او تمريتك وهي عام كتاي بثمرها الحلوي مريها هذا معان كثير الفوائد فاذن ادي بضنتهي وهو ثمار تاسي وحا لوغ مغعابا التمر تمر ايا ليرا تمر والتمر تمرتنا كان معروفا وحوها مد معروفه اول يقان عند المصريين القدماء مساردي هوري تمرت ادي يقين استعمال كان ادي استعمال جيرين وأكلوه تمرت ويعني جرين رطبا أيضو قويا ومغموسا أيضو لقوشو لقدري في عسل النحل ملب أيضو لقدري سوماليدو انت لفتك بحيان تمرتو يمعصرك قوشان لكن وحكفي عن ان لقوشو
عسل كمالك. ولقد أكلت السيدة مريم مريم ويعنتي التمرة تمرت يعنتي حين ولدت المسيح نبي الله عيسى مركيد الشيء عليه السلام. وجاء ذكره تمرت شيقتان كيد حزوة في القرآن يكون يمد القرآن كالو شيقتان. قال تعالى لو عري وهزي إليك بجذع النخلة تساقد عليك رطبا جنيا. يتكس جرت كيساسة نغنغاجي تمر أو رطب وقين يكون صادانا يا عن مركز. فكلي واشربي وقري عينا تمرت سي مركا مريم عليه السلام أي عنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وحي يري النبي عليه الصلاة والسلام قلوا يمكن اللغة العربية أي هو نبي هذا هيدان لكن بانت مرك حديثك إنه نبي كسب نادي إن كان إلا أجاده. أما الرطب تمرت قويا فدعام مريم هو مريم طعام كي أي عنتي مركي للشيء رطب كاس أيها فإذا بدن أكاني. ولو علم الله طعاما خيرا منه لأطعمها إياه. الله سبحانه وتعالى وأجي هاي دعام كله أو كخير بدن هدوجير لها لأطعمها إياه. لكن أيضا فإذا إلى ذهي الله سبحانه وتعالى درت ذو مركب مريم وعن أرهاي. وللتمر التمر ذي قيمة غذائية قيمة وحيلة ذا غذائية غذاء محلوة ذا غذاء مرك قضاء مرك الإيراد وغين كل كرد ودالنا الأخير عند بيع لهين وحل قضاء وقت قضاء ذا الإيراد غذاء مرك لا غين كل وسق ودال لقد إجانا وعنتظرنا فقط له مرك وعيد. وللتمر قيمة غذائية أي إيرادها كبيرة أدوين كبيرة وين فهو تمر يحتوي وحكوبية على كمية كبيرة من المواد النشوية والسكرية وحيابة جركة كل لا يوحك ترى أي معناه هذا التي تولد الحرارة جركة كريل كنا لسا والنشاط في الفرعون لسا والقدرة أود جركة كنا لسا على الحركة والعمل قف إنه شق قبته ما طر شقيه نورت من ردوعنا مداليه. ومن الوجبات التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم وحيك متى يتمرته وقت يذا النبي عليه الصلاة والسلام ووحن الجري أيك من أهان جرتي وجباتك وهريات صومرتين قراءة وكل وجبة ليرة هذا قضاء وجبة ليرة هذا عشان وجبة ليرة هذا وجباتك مرك النبي عليه الصلاة والسلام مرك وحن أيه أما قراءة أما قضاء أما عشو حن أيه تمر وكم من أهان جرتي كم مرة ناجر أنت بدن يحبها النبي صلى الله عليه وسلم والتي كان يعتمد عليها في غذائه النبي عليه الصلاة والسلام وحو اعتماد الجري غذاء ديسا التمر واللبن عانيه تمر. فالتمر يمد الإنسان بالحرارة جرك وحيسيسا حراري والحيوية في الفرعون يحوك ويساعده جرك وحيوك الميساء على مواصلة العمل شغد إنه وضماطر أوسندال. واللبن عانه يمده جرك وحيسيا بالمواد البروتينية أيوسية اللازمة لنمو الجسم لازم جرك كوريتان كيسي وبناء اسمه. ولهذا وصف شاعر العربي أحمد شوقي التمر بقوله يقتل ما موحيري تمرت وضعام الفقير قفك فقير راشين كيس وواح كلام هايست وحلو الغني قفك غني أن راشين هلا ينه حلو يؤته وكم عن سدا حيؤته فواكي عمل. وزاد المسافر والغريب والمغترب قفك السفر كاي قفك غريب كأود كيسي أنجو جنة زاد يؤته كرس وما بهن بي وما بهنا وعنيا. كما يحتوي التمر تمرت وحي كلوكوبتا على كميات معتدلة كميات معتدلة لحادة من مركبات الحديد أو جير كبير قصة ميسة التي تدخل في تكوين الدم ليقى السميد سكيقى بغاضتها ومركبات الجير التي تدخل في تكوين العظام والأسنان إيه لفها سمين تيسة إيه الكها حوجين تودا أي تمرتك قيب غاضتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الدرس 13 درس إصلاح إتمنات المرأة في الإسلام. حكس أبسيني هاي هوين إذا إسلام كان حديث سيلو حرميي سيلو قدريي أيوك هاللي. كانت المرأة العربية هوين إذا عربيد وحي أهيد في الجاهلية حلي جاهلية ذا محرومة مثل قم منوعي من حقوق حقوق ذا وأن لسينجرين ولا قيمة لها وقيمكم لهين في المجتمع بلشد الحديد. وكانت وحي ذهوين إذا عربيت تعد مثل قطريه من سقط المتاعي حيابها أو أن دن لقال هينو قفك كرد عؤوسا دن كلهين أيوك ليلة مدهي سقط المتاع وحالي هذا قف راشين عنايو بريس أفكيس كجر الحبك صور الكل عيّة ميو دنينا يا حيابك لو إسكير وحنج دول أقول عدوك لميو دنينا يا سدا سكنت هي. كانت القبائل قبائل عرب دوحيها تنظر مت كفيرسا إلى المرأة هوين إذا نظر احتقار أركتي لدنا أي كفيرين جرتي وهوان هي أركتي ذل كجرة حتى وصل الأمر إلى أمر كل جارو ببعضهم قاركود إلى وأد البنات قبل أن نرشكوا آسان. فكانت الطفلة قبل لير تدفر والآسي جري وهي حية أيضو النول بعد أن تولد مركة لكذب. وكانت وحية بعض بعض القبائل تحرم أما تحرم متكرهبت المرأة من ميراثها. بعض القبائل وحية هاي وحية كرهب جرتي هوين إذا من ميراثها نحلين قادته آباد أم خويدة إيك قادته ويأخذه ميراثك وحقاً جري الذكور فقط أو من أبلاء ويليش كمد رجع أي قادن جري بس. ولما جاء الإسلام إسلامكم مركو يمد تغيرت هذه الحالة وإزبد شيء. فحدد الإسلام للمرأة وحو حديدي مكانها المرموقة مكان كذا سرع المرموق سرع لي هذا عالية في المجتمع بالشدة مال سرع كتاعن أيو كتاكسيي وأعضاها وحوسيي حقوقها حقوق ديدي. قال تعالى ألا وحيري للرجال نصيب رجوا حأوسقنا هذا النصيب مما كسبوا وحي كسبدين وللنساء النصيب ونأوسقنا هذا مما اكتسبنا وحي كسبدين. أيضا مركب وحي تسنسا حق الملكية وين ذي نوح ملكي كرتو سد رجوا ملكين كروكلي. وقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حد الأنثيين. أيضا نوحي سكتي لحلكة إن هوين الحلة ذاي ويلك الحلة يا قبل إني الحلة ذاي أي تسي. فهذا حق الإرث اسم إشارة أنه سبح الله بنا آية دبو يوسيكم الله. وذلك اسم إشارة هسكلو لام كوجرنا بعيد ويوحي الله بنا حق التملك آه للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. ولقد كرم الإسلام إسلام كوا كرامي المرأة هون إذ وكرامي. قال عليه الصلاة والسلام نبي قال له وحيري استوسوا أدر دارما بالنساء هونك خيرا أدر دارما. وقد وردوا حسو أراري في الحديث حديث حكوس أراري خيركم متكذينكم خير بدن خيركم لأهله ومتكالكسودينكم خير بدن وأنا خيركم أنا جنوا حنهاي متكذينكم خير بدن لأهلي وفكنوا زوجي ديس أخدم قري وحكة قبته ووناجي كمتها قفك. ما أكرم النساء هون كمكرامي إلا كريم قف وناكسن أي هون ككرامية ولا أهانهن هون كملي ذو إلا لإيمان متحنوية. وقوله صلى الله عليه وسلم يا كمدة المرأة راعية نوين دوا إلى لي أي وحكتها في بيت زوجها قرية قفص الأجران مسوقين كرتوا وحسو أصلا أجران ما بحكرتوا وحيابا يرى صدقية داي بحسيه إذا وح أنتو قبان طير إياه مشكلة مرة صدقة داي بحسو حتى رأى سووا هذا أيضا أجر إلى سجن أجر ليا حيابا سوى كل قفص توكس قرية ما دي ما هي وإنه لو ديده معها ومسؤولة ومثل ويدين أيوه عن رعيته وحيل للرعي قرية دي مسؤول كنغطه عيال كذا حنان يسو زوج كذا حنان يسو حقي لغولها أي قدته. ومن مظاهر التكريم الإسلامي إسلام كرامين تؤكرامي للمرأة وحيابا موقضه لأركا يمحا كمده إشراكها يا كمده كقيب قلين تيدو في الجيوش اللي قيب قلي المحاربة دقال لما جهاتك قلي لسو عنجرتي إيا وحا كمده واحترام رأيها هوين رأي هذا الاحترامه حتى عند الخلفاء واحترام الجرين. ولقد جعل الإسلام الجنة جنة وحكية لي تحت أقدام الأمهات
هويينك لو ود هوستودا ايو كدغاي او مركو قفكو خل ربا هويدس انو باري نوقدو ووثق وحو ادكيي علاقه المراه هويني حرير كيدو بزوجها الى ليلها فجعلها اسلام كوحو كدغ هوينيدي سكرا له ملنك او كحسيلو وجعل وحو يالي بينهما لبود دحدودنا موده جعيل ورحمه النحريس كما قبل الاسلام اسلام سوء وقلادو اقبلوا كله شهاده المراه هويني ان مرقات نكون كرتو بعد ان كانت مركيهت شهادتها مرقات ديدو لا تقبل مثل الا اقبلين حلي غور مرقاتي لو ما قمن جيرين جاهليتي لكن اسلام كو حسوي ان مرقات نكون كرتو الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الدرس الرابع عشر درس أفريتمنات من علماء المسلمين ابن الهيثم وابن سينا علماء المسلمين علمي كان هذا الساينس كالإرادة قيب بضنو كميت أبي اللابي وحاكمة أنك الإرادة ابن الهيثم هي أنك الإرادة ابن سينا. أولا ابن الهيثم يعني قال دوناك ابن سينا. متى استوحوا قبتي؟ من علماء المسلمين ابن الهيثم وابن سينا. واحد ابن الهيثم يعني قال لنا بركول. لقد عرف العلماء المسلمون مسلمين علماء وحي برتين أو أي قنون برتين. أما أقول أولا هايين علم الطبيعة علم الطبيعة اللي هذا أولو لجهدوا بين قوسين الفيزياء وتفوقوا فيه علم غاسني ويكسر مرين غير كذا يكسر مرين وكسرين أقونتا وعلم غان هذا در كيسان وفيزياء وكيمياء در كيسان علماء المسلمين أوري علماء ذلك البيت ولقد كان ابن الهيثم وحوها أحسن من تكلم متكي أوري متكي أوري أكسر وكهضلا في البصريات عندها أرقض أرقض قفك هذا أيها وله كتاب أي ليه مشهور عانى اسمه ليرادو المناظر أرقى أي كساب سنة إنه يمتاز بصدق ما فيه كتاب كسحو كقد وين يا كتب تكله معلومات كجرة ومعلومات رب أهواه من معلومات وبحسن تنظيمه إيه ترتيب تنظيم تيسي وترتيبه أو هذا أحسنه قافي عن وسعر بندقي حتى أصبح العلماء إلى أين نقضان علماء إيه هذان يقارنون كؤس بربردقة مادة هذا الكتاب كتاب كان حلقة سر اللي ألفي بأحدث الكتب التي ألفوا في هذا العلم كتبتي لقاء ألفي علماء كألفين عسري أنجوكته إيه ننكاس كتابك ألفي أي إس بربردقة وولد الحسن بن هيثم سنة 354 سدح بقول يكونتن أفريجون مركيات يالا دلي وأقام وحكونا غادي بالبصرة بصرة أيو دقنا فترة من الزمن أيو دقنا ثم دعاه حاويرا الحاكم بأبريل نيكي لديه جري إلى مصر أيو أويري عندما سمع مركو مغل الحاكم بأبريل أنه يقول إنه لا يهي أبو الحسن الحسن بن هيثم لا يهي لو كنت بمصر بمصر لو كنت بمصر مصر هذا نجوغ لها لعملت وحانك سمعي لها في نيلها وبيغ النيل عملا شقا نافعا عمل نافع واحتر لانك سميلا فقد علمت وحان أغادويري الحسن بن الهيثم أنه ينحدر إنه كسو جيدو من مكان مال في جنوب مدينة أسوان مقالة أسوان إلى مصر كتالو كوفر تيدا مال إنه قويس كودي هوري كسو جيدين أيو مقلي وأصولها مصري أي هاي وياشيس أي مساري هاي ولقد زار ابن الهيثم وحصوب وقت مركة مصر وتج أسوان ماشل إيرادو تجي ولم يتمكن لكن ومسور تجلين من عمل شيء وبيجي النيل أوره بأنه وحققته ومسور تجلين ولكنه كان وحكم ذها ابن الهيثم من السابقين ضد كهرة كيهرة في فكرة بناء السد العالي
dadkii ugu horeeyay oo ku fikiray in laga sameeyo biyo xireen sareeya fi binaa sad al-aali wabigaas niilka biyaha xilliga roobka soo gala ayaa waxaa loo sameeynaa meel biyo xireen ah oo biyahaas hadhow dambe lagu kaydiyo markuu wabiga uu guro biyaha ay dhammaadaan oo wabiga isdhimane beeraha si looga maxay ahayd loogu waraabiyo raggii ku fikiray ugu horreeya uu ka mid ahaa ولقد أنس إليه الحاكم حاكم بأمر الله أنك أوه الشدي أو شاكدي سي علمي وكفائده وجوي أيو الربي فبقي في مصر أيو باقي كن نقضي حصر من هيثم ولقد ترك إبن هيثم حوكته الكثير من المؤلفات كتب بضن وفي طبيعة فيزياء والفلسفة والفلك علم حديقوتك وفلق والمساحة إنجنيري لماذا وحيابا وحلو عبر لغو متري هندسة دي رياض حسابتي ومات بالقاهرة يكون انتي عام 436 تقريبا يترد برك أفر بغل حقائه اثنين ابن سينا ابن سينا أسقنا محوها هو المشهور ومتك عام كل نقضي باسم الشيخ الرئيس أي ليلة هذا ولد عام 6 بغل اتضباطنا للدلي وكان يحب الطبع عفماتك أي جعلا وعندما كان عمره 22 سنة لباطن إلا بسر مركو جري ألف وحي ألفي كتابا في الطب كتاب خصاصا عفماتك كتاب كاسو مرعي سير هذا هو كتاب القانون ليلة هذا ولقد ترجم هذا الكتاب وحل لو ترجم كتاب كان إلى كثير من اللغات الأجنبية لغات بدن وأجنبية هلقو ترجمين لغة عربية هين وطبع وحال الضابعي 16 مرة لحق التمنجر أي الضابعي باللغة اللاتينية لغات اللاتينية إنجليزكي تلياني فرنسيسكي روسكي وظل وحو هذا كتاب كاسي يدرس منذ قلقه في جامعات أوروبا ومقرر كوها حتى نهاية القرن 18 قرن جديد تناد إلى لغسوغار واشتهر ابن سينا وحو عان كن نقضي بأنه إنو أها أول طبيب من دختركي وغريي استخدم أذيك سدي التخدير مادة ليسكو السوحية مركي أقلينك إلى سمين أيو تخدير وداود اللغو السوحية قفك مركي للرب إن عملية لغو سمين سو سحنو كدري من قفكي أذيك سدي وغريي أيو أها في الجراحة حق أقلينك أذيك سدي وأول حوك له وأول من اكتشف قفكي أغرين وآها اكتشف اكتشافيه هلي ديدان الإنجليستوما وحال إلى أبيبها علو شددك قلا وعنعنية ويرير كأه وصيدا بحلد وكلا وقريان يرير كأه قفكي اكتشافيه وآها أيو آها ولقد ألف كتبا كثيرة كتب آدو بدن أيو ألفي في الأدوية داود كسافة والتشريح والأقضية كسافة تشريحه وقيب كمد وعلمه عافماتك والأغذية وله كتب في الفلسفة وعليه كتب فلسفة وكقري والأدب وكقري والفلك وكقري والكيمياء والحيوان والنبات والموسيقى كتب تأسرنوا لها ومات ابن سينا ودنتي وحودنتي سنة 428 أفر بقول إسدات اللواتري إسدات تريد بركة إيهاي وبقي من كتبه وحباق نقضي بركول التكديب لو بقول إتضبات إليه كتاب أيو كتري الدرس الخامس عشر درس شن استبنات مراجعة درس شن اتوان ودرس اسك مراجعة إن شاء الله مركا عشر كي نال كان يكو إجاي وحاندو ابن مانتا عشر كي الفكاهة إيو عشر كي التمر إيو عشر كي ابن سينا إيو ابن الهيثم كان هو مراجعة مراجعة إذن كسك أخرستا وعشر دي هرؤسو مرتين دبء مراجعين سين والله سبحانه وتعالى أحب.